ساعة معايا. حضور الكريم، السيدات والسادة، حضرة النائب، نائب مفتي الجامعة، السلطات. بداية لابد لي أن أشكر شباب أطباء الأسنان الضاحية الجنوبية بشخص رئيسها الدكتور بسام عبد النبي واللجنة المنظمة لهذا اليوم العلمي على دعوتهم لي لرعاية هذه المناسبة. ولا أخفي عليكم أنه عندما اتصل بي الدكتور علي حمادي باسم الرابطة مقترحا علي هذه المشاركة من باب التقدير والمحبة، فقد تساءلت في نفسي ما الذي يربطني أنا القادم من الدولة والأمن والإدارة سابقا ومن السياسة اليوم، ما الذي يربطني بهذه الدعوة من أطباء الأسنان؟ هذا التساؤل لم يدم طويلا، حيث بدا لي بوضوح ان هنالك قاسما مشتركا قويا يجمع بين دوركم كاطباء اسنان وبين دوري في المجلس النيابي كممثل عن الناس. وقد تتساءلون ما هو هذا الرابط المشترك بيني وبينكم، واجيبكم كلانا يكافح السوس. فإذا في قاسم مشترك كتير قوي مش عادي. أنتم في الأسنان ونحن في الدولة وفي الفساد، مع فارق بسيط أن سوس الأسنان يلزمه جلسة أو جلستان وبضعة أدوات، بينما سوس الدولة يلزمه سنوات ومعارف. وبالتالي نيالكم إذا بتبادلوا أيها السيدات والسادة، في مؤتمر علمي كهذا يبدو الحديث عن السياسة في غير محله، ولكن قبل أن نكون أطباء أو مهندسين أو موظفين أو عمال وأيا تكن مهنتنا ومواقعنا، نحن مواطنون في هذا البلد، نعيش ونمارس حياتنا أعمالنا، ننشئ عائلاتنا وأولادنا في إطار واحد هو هذا البلد وهذه الدولة. نحن سكان بناية واحدة. النائب خلافا لبعض الانطباع العام هو شخص ليس من الدولة، هو مندوب الناس في الدولة. يخطئ البعض ويقول للنائب أنه الدولة أو من الدولة، هو لا، النائب منكم، هو صوتكم، عينكم، رقابتكم، محاسبتكم للدولة، مع العلم أن هذا الدور في ظل السيطرة والتقاسم السياسي الموجود على مستوى البلد قد تضاءل إلى حده الأدنى، وبالتالي تغلبت التسويات على الحقوق وتغلبت الصفقات على القانون. هذا وقع البلد. المصارحة من قبل أي نائب للناس هو الجزء الأبسط والأول من واجباته. لازم تعرفوا من النائب شو شايف بالدولة. هذا التشخيص الذي يعطيه النائب للناس يضعهم أمام مسؤولياتهم لسبب بسيط، أنه النائب لا يملك الأدوات التنفيذية غير المحاسبة والمراقبة من خلال الجلسات، والله يعلم كم من الأمور رغم عملنا 4 جلسات لحد هلأ تشريعية، كم وجدنا فيها من الأمور والقروض والتسويات التي لا تركب على العقل أبدا، كلها في التسويات، ولا يزال الإصرار قائما. مع الأسف
نحن لا نشكو، بس النايب لازم يشكي لما صوته ما بيعطي نتيجة بيرجع للناس. عندما ينعدم مفعول الصوت وصوت الناس، مندوب الناس، نلجأ إلى الأقدام، أقدام الناس. الناس تستطيع أن تصحح. اليوم الناس صبورة، الناس لا تزال تأمل في توقيت ما أن يتم تصحيح ما لهذا المسار الانحداري للدولة في كل المجالات. الأزمة في لبنان يا أخوان ليست أزمة سياسية ولا أزمة اقتصادية ولا أزمة اجتماعية ولا أزمة مالية، هي أزمة انعدام الأخلاق العامة لدى أهل الدولة باختصار. عندما تنعدم الأخلاق العامة لدى معظم أهل الدولة يحصل ما نراه اليوم. شو يعني الأخلاق العامة عند أهل الدولة؟ كلمة واحدة، نحن عشنا الدولة في مؤسسات كالجيش والأمن العام، ما عملنا معجزات، فقط قلنا لا للسياسة مش الحام. هلا دفعونا الثمن بعدين بشهود الزور ما في مشكلة، بس إنه قلنا لا للسياسة. انعدام الأخلاق العامة لدى أهل الدولة يعني عدم شعورهم بالناس باختصار. من يشعر بالناس يبني دولة، من لا يشعر بالناس يبني عصابة، يبني أزلام. اليوم الدولة منقسمة على السقف قسمين، دولة استراتيجيا قسمين، فريق مع المقاومة، فريق ضد المقاومة، هذا باختصار. الفريق له تبعات وعلاقات، وهذا الفريق له تبعات وعلاقات. نحن ما عندنا مشكل انه ان لا يجتمع الناس على قناعات واحده، لا بالاديان مجتمعين ولا بغير شيء مجتمعي، والله ارادهم هيك تمام. لكن عندنا مشكله انهم وان اختلفوا في قناعاتهم الكبرى استراتيجيه فيما يتعلق بالموقع العام للبنان ومصلحته اين تنوجد، هذا لا يبرر لاي منهم ايا كان ان لا يقيم دوله. اختلفوا على السقف قد ما بدكم، بس اعملوا هالعواميد. أعمدة الدولة هي المؤسسات. يا اخي شو بيمنعكم ضلكم مختلفين وتبنوا مؤسسات؟ يكون في إدارة مثل الخلق، يكون في مشاريع مثل الخلق، يكون في تخطيط مثل الخلق. لماذا يجب أن يتم هذا التناحر على استراتيجيات أن تكون تكملته تدمير أعمدة الدولة؟ هيدي المشكلة الأساسية، مختلفون على السقف مدمرون للدولة، متفقون في الفساد مختلفون في السياسة. هذا النسف المنهجي للدولة ما رح يوقف. أنا بعطي تشخيص مبكر لأنه ليش بدي أتعذب، أنا شايفه قبل، بس شايف المسار الانحداري ولا أتكلم عن يأس. في توقيت ما قلت عندما لن ينفع الصوت سنلجأ للناس، لأنه هو ما بقى عندهم حساب. القاضي بإيده، والضابط زلمته، والسفير زلمته، والمدير زلمته، والمدني زلمته، والعسكري زلمته، والحاجب زلمته بالدولة، وكل واحد عامل دولته جوات الدولة. طيب هيدا مين بيهديه؟ في الله، والله دايما بطيء، تدعي له كل يوم بيلبيك على ذوقه، مش فاتح دكانه، انه بقصد بطيء بمعنى بيختبر صبرك ببطئه، هيك بيقولوا. وبالتالي لو سريع كان بيلبس 6 مليارات تنحل. هذا البطء، اذا يا بدهم يخافوا الله يا بدهم يخافوا النواب اللي بيمثلوا الناس، وثلاث ارباع و90% مع الاسف من النواب اللي بيمثلوا الناس اللي جابوهم، يا بدهم يخافوا من الناس. وهي المصيبة الكبيرة، هذه القطاعات النخبوية أو المهنية أو العمالية التي أنتم جزء منها لها دور أساسي في هذا الوعي. ببلاد العالم برا عم نشوف أن كثير من الأمور تتم من قبل النقابات، المحامين وغيرها، وهيدا بتوقيت ما بصراحة، وهذا شيء مش سر وليس دعوة للفوضى
وأنا من الذين يتمنون أن يكون الإصلاح من فوق مش من تحت، لأنه الكلفة أقل من فوق من أنه ينعمل من تحت، لأنه من تحت إلا ما يدخل فيه فوضى مهما كان راقيا ومدروسا ومخططا. ومع هذا كله ثقافة الوعي صدقوني أنا بعرفون، عندما يشعرون أن الناس وغضب الناس آتٍ سينضبطون. لحد هلا مش حاسين. ما راح ياخذ بقى وقت. انتم عندكم مسؤوليه لانكم قاعدين بهالبنايه، نقابتكم، نقابه غيركم، مؤسسات غيركم بهالبنايه. اذا جيرانك الا بعضهم عكينا ببعضهم، ولا فيها كهرباء ولا فيها مي ولا فيها شيء، اللي اي طب بدك تطبق. هي البنايه انتم قاعدين فيها، وبالتالي لكم حق تطلبوا بحسن ادارتها يا اخي. وهذا اذا ما انعمل على المستوى النقابي العام دراسه وموقف. أكيد حضرة النائب بالشق المهني واحترم بالطبع هو الأولوية، لكن هذا الشق المهني قاعد بشقة ببناية عم تهبط، وبالتالي شو ما نظبط لهم إذا وقت الحجارة راحت عليكم كلكم، على كل العالم، علينا كلنا. كلمة أخيرة، امبارح كان بومبيو هون، زار الكل وحكي وسمعتوه. هو سفير أمريكا، وأمريكا دولة عظمى لها سياستها في هذه المنطقة، ومش سر مع مين واقفة وضد مين واقفة، وهذا ما بدنا نشرحه. لكن ما قاله أخاف الناس، وأنا مش وجباتي طمن، بس وجباتي اشرح كلمتين. ليش اليوم؟ ليش اليوم مطلوب من مصر أن تضبط حماس بغزة؟ ليش اليوم مطلوب من الخليج أن يضبط الفلسطينيين، السلطة الفلسطينية بالضفة؟ ليش اليوم الإسرائيل تنوعد بالقدس؟ ليش اليوم بيقول ترامب بدنا نسلم الجولان؟ ليش اليوم بيجي بيقولوا بدنا تبادل اراضي مع الاردن محل المستوطنات؟ ليش اليوم بيجي بومبيو لعنا وبيقول هالكلام؟ 9 الشهر في انتخابات باسرائيل، في نتنياهو شريك في كل هذا المشروع، يريدون ارسال رسائل من كل الامكنه التي تقلق اسرائيل، واحد الامكنه الاساسيه التي تقلق اسرائيل هو لبنان بوجود المقاومة فيه. وبالتالي هذه رسائل هي موجهة للداخل الإسرائيلي لاستنهاض التصويت لنتنياهو، لأنه من دون نتنياهو في مشروع معروف اسمه صفقة القرن، شريك في نتنياهو وأمريكا وبعض العرب. هيدا باختصار. الموضوع ليس موجها لأي فريق لبناني مؤمن بأمريكا لحتى يجن، وأمريكا داخل أمريكا في حالة جنون، وكلكم تعرفوا الموضوع، وفي العالم في حالة جنون. إن صدقت العائل تربح معه، وإن صدقت المجنون بيصيبك أول واحد. وبالتالي المطلوب أن لا ينغش اللبناني في هذه الطروحات، وأن يراها في سياق التسويق الإقليمي لشيء ما، علما بأن الوضع الإقليمي منه هين، ولكن كله ينطلق من اللبناني. إن أخذ اللبناني هذا الكلام على أنه منبر للتوظيف في إسرائيل، ولم يقتنع بأنه يجب أن يأخذ هذا الكلام كتشجيع له للخلاف مع اللبناني الآخر، إذا فهمها هيك ما حدا عنده مشكل يحكي اللي بده إياه. بومبيو إجا قبله بيروح بعده، ما بيغير شيء بالبلد. بعتقد الوعي اللبناني اليوم إلى حد كبير كافٍ لاستيعاب أنه لا، ما فينا ننجرف، وأصلا في لبنان واقع ما فينا ننكره. أحيانا اللي بده الحرب مش قادر عليها، واللي قادر على الحرب ما بده إياها. ولما معادلة البلد بتكون هيك بنقول اطمئنوا. والسلام عليكم.